الان مدير حلو تقدر الاحذيه تخليها جواك يعني مباشره واي حذاء تعجبك تاخذه تسحب من عنده مدير كلش حلو تجي هيك مفتوحه سفنج فوقها خشب شيء مالتها درجه اولى يستحمل القعده مال عمر ومريحه كلش بالقعده وباللبس والعرض مالتها اليوم سويت لكم اياها ب 35 الف بس كمية محدودة تقريبا اخر 15 قطعة باقية لحقوا عليها. اليوم عندنا طافورية خشب بس خشب فتشي كلش حلو مرتب قوية تستحمل اي ثقل خلينا نشوف تستحملنا تستحمل اي ثقل شيء مرتب وسعره 8000 دينار بس. اليوم عندنا بوكس مال اطفال ونفس الوقت مكان تحطون به غراض كلش حلو خشب شيء مرتب يستحمل ثقل حتى في الحمامات الغربية تقدرون الاطفال تخلون اي بشري عادي يستحمل ثقل. عرضه بيش اليوم 6000 دينار سويت الفينا 6000 دينار. شوفوا لنا هذا مال فقاعات الحلو طبعا موسيقى ويا فقاعات بسعره 5000 دينار بس باعوا للجمال 5000 دينار. شوف اليوم ايش عندنا؟ عندنا بايسكل موديل بس هذا شو يصير؟ يصير على المكتبه بالكتب تصطون به. منه يصير بينات الكتب بايسكل كتب بالنص كلش حلو موديله يصير موديله كلش حلو خشبي وهذا معدن حديد وبيش القطعه اليوم؟ قطعه 1000 دينار يعني تاخذون الزوج ب 2000 القطعه ب 1000 دينار صارت. اليوم عندنا ثقاله كلش حلوه ثقاله مال الكتب تصير بالمكتبه تصبطون الكتب عليها موديلها كلش حلو شوفوه تجي زي ما انكسرت تجي مبطنه من الداخل كلش فشي مرتب ثقيله كلش هسه ابن كاتب موديلها كلش حلو وبيش القطعه 3000 قطعتين بخمسه. شوفوا لنا هاي الشمعدان طبعا هي مكان ما الشمع هنا شمعدانات حلوه كلش 3000 2 بخمسه. شوفوا لنا هاي التحفيات الحلوه طبعا هذا اثنين يصير ممالح احنا ما عندنا ممالح خلينا هاي الكلاسات كلش موديلها حلو سعرها بيش 3000 دينار. اليوم قسم الكلاسات عندنا عروض على قسم الكلاسات اول شيء باعوا لنا الموديلات مال الكلاسات بس باعوا الحجم مش كبراته باعوا بالنسبه للكلاس الاعتيادي خلينا نعطيكم شيء اعتيادي باعوا بالنسبه للكلاس الاعتيادي احجام دبل كل الاشكال موجوده طبعا عندنا عروض عليه كل الموديلات حتى هذا الذهبي الغيره شوفوا لي الموديلات كل الموديلات اي موديل يعجبكم 5000 دينار اي موديل يعجبكم والله هاي كلها الموديلات كلها 15 و12 حاليا عندنا عروض بي كلها ب 5000 دينار باعوا لي الجمال 5000 دينار هوايه موديلات اكثر من 100 موديل عندي كلاسات كلها حاليا باعوا لي كريستال مالت 5000 دينار 6 قطع سيت كامل موديلات حلوه كلش هواي هواي موديلات شوفوا لي الجمال باعوا لي هذا بطل كثير انا بدي اوقع شوفوا لي هذا من الموديلات كل الموديلات على 5000 دينار كل الموديلات على 5000 دينار كله كريستال وشي درجه اولى هواي هواي موديلات شوفوا لي هذا الموديل ايش قد حلو اليوم احنا بقسم الكلاسات موديلات كلش حلوه توفرت شوفوا لنا هذا الجمال باعوا لي بس الطقه مالته مبين كريستال باعوا لي الصفاء مالته طبعا هاي نوعيات درجه اولى ايش تجي كلها علب شيء مرتب كلها نوعيات درجه اولى وبيش السيت مالته لين باع ب 10 ب 12 ب 5000 دينار السيت بس باعوا لي الجمال ب 5000 دينار لا موديلات حلوه جديده مال هدايا للبنوتات الحلوات شيء حلو مرتب بس باعوا لي الجمال السيت باعوا لي هو يجي قطعتين خاص مال عصاب شوفوا لنا الجمال باعوا لنا النزاكه باعوا لنا ايش قصه صافي وبيش السيت مالها كامله كرتونه ب 2000 دينار قطعتين بيها ب 2000 دينار وجبات جديده حلوه بدي احاول اصورلكم اياها واحده واحده على ما تعرفون الموديلات اللي توفرت عندنا موديلات كلاسات بس راقيه كلش كلش شوفوا لنا الجمال باعوا لنا ايش قصه صافي هالشيء درجه اولى وبيش القطع مالته السيت 6 قطع ب 5000 دينار موديلات حلوه جديده شوفوا لنا الكلاسات الحلوه اللي توفرت بس باعوا لنا الجمال باعوا لنا جمال الكلاس طبعا حتى الزجاج مالته باع ايش قد صافي كريستال فشي حلو مرتب يجي بي اربع قطع هذا السيت شوفوا هاي كرتون تجي بي اربع قطع بيش 2000 دينار اليوم يسوي شوفوا لنا الموديلات الحلوه الجديده موديلات كلاسات كلش حلوه موديل وسط مو كلش كبير شوفوا لي هذا الكبير هذا وسط هذا الموديل سيت مالته 6 قطع ب 3000 دينار. جبنا لكم استكاين مال شاي بس الاستكاين الدبل مو الاعتياديه. وعندنا ايش كبرات الاستكاين؟ فتشي كلش حلو مرتب لا كسفه. الحجم الدبل فتشي حلو مرتب والسيت مالته 6 قطع ب 3000 دينار. 6 قطع ب 3000 دينار. يوم جبت لكم شغلات
كلش حلو، مقدمات مال زيت مال دبس وراشي مال كلش حلو، بالذهبي شي مرتب، هاي الدبس وراشي للعسل كلش تصير. شوفوا لنا الجمال. وبيش السيت مالته؟ سيت يجي بيه قطعتين ب2000 دينار، يعني قطعه ب1000 دينار، نوعيات اصليه ذهبيه. شوفوا لنا الموديلات الحلوه اليوم اللي وفرنا لكم اياها، كاسات مال موقع بس، فالكاسات كلش حلوه. هاي اذا شايفين بالمطاعم هاي يقدمون الفذلي، شيء احترافي كلش باعوا لنا شقد حلوات. زجاج فتشي مرتب، سيت يجي بيه 6 قطع ب5000 دينار، 6 قطع ب5000 دينار. اليوم عندنا الشكردانات كلش كلش حلوه، هاي شنو حلاتها؟ خلوها هيك وحده تبعد على الثانيه. يعني تقدرون تسقطون 2 4 سويه براحتكم، هي تقعد قفل، شوفوا لي قفل يفتر ترتب، كلش موديلها حلو، زجاجي اكيد، تجي بعلبه هيك علبتها بيها قطعتين وقطعتين ب2000 دينار، يعني قطعه ب1000 دينار سويت لكم اياها. الاصليات القطعه ب1000 دينار، حافظه 100% مضبوطه. علبه ام 2 ب2000 دينار، قطعه ب1000. شوفوا لنا اليوم المقدمات الحلوه، مقدمات كريستال حجم كبير فشي دبل، هاي كرتونه تتجي. وبيش اليوم العروض؟ ب 3000 دينار القطعه، بس باعوا لي الحجم وكريستال وب 3000 دينار بس باعوا لنا الحجم، حجم كبير، هاي كل شيء ترحم سنادين غيره بس باعوا لنا الجمال، تجي حياكه وخوص. وبيش الاسعار اليوم؟ 7000 دينار. شوفوا لنا الموديلات الحلوه مال طابريات، بس باعوا الجمال، هاي مخصره مسوي عمليه، بس شوفوا لنا الجمال ايش قد حلو. تعال باع لي صندوق همين به مال خزن، هي اهم شيء العمليه مالتها، هاي لابسه حزام. شوفوا لنا الجمال، الاسفنج مالتها طبعا تعالوا تشيكوا فتشي، والله العظيم كلش مريح، والسعر مالتها بيش 20000. شوفوا لنا جمال المباخر اللي توفرت، شوفوا لنا الموديلات الحلوه، تجي الوان كلش الوانها حلوه. وبيش القطعه؟ بس باعوا لي الحجم مالتها ايش كبرها؟ القطعه ب1000، القطعه ب1000 دينار. بس شوفوا لنا المباخر حلوه، موديلات حلوه، مباخر حلوه، تجي كل قطعه بكرتونه، والقطعه اليوم ب2000 دينار، ب2000 دينار هالجمال. يحبون المباخر، وفرت لكم بس بعدنا ما مطلعين هسه يفتحون الكراتين الولد، وفرت لكم بحدود 200 نوع مبخره، مباخر حلوه، تجي فخار مبطنة من الداخل ذهبي. وبيش العروض؟ بس باعوا لي هاي تجي مفاصل، شوفوا لي شلون تنفتح، باعوا لي النقش اللي فيها، الالوان كل الالوان متوفره. وبيش العروض؟ ب2000 دينار، قاعده تباع ب5، اليوم يمنا ب2000. السلام عليكم متابعينا، اليوم جبت لكم شغله، احنا سامعين بسياره ابواب شفط، هاي هي الحاويه ابواب شفط، شوفوا هي طعدت ترجع، موديلها كلش حلو، طبعا معدن، الداخل مالته مغلف. كل شيء مرتب، شوفوا لي تجي قطعتين مو قطعه واحده. وبيش العروض اليوم؟ ب12000. شوفوا لنا الماسح الفخره، طبعا عندنا هواي ماسحات نزلت لكم ب12 وب10 وب8، بس شوفوا لنا هاي اول شيء حتى الوصله مالتها تجي درجه اولى، وصله احتياط، السطل مالتها بس باعوا لي الجمال مالتها. فشيء كلش راقي وحلو، وتجي حوضين، والسعر مالتها اليوم ب15000. وهاي العلبه مالتها، اعطيني علبه مالتها، وتجي كل واحده بعلبه، السعر مالتها ب15000. شوفوا لنا الجمال، باعوا لنا العروض الحلوه، شوفوا لنا سلات التعليق، طبعا هاي تصير للزرع، تصير كل شيء، يا ريت تكتبوا لنا ايش قاعد تكتبون بيها. شوفوا لنا الجمال، والقطعه ب5000 دينار، قطعه ب5000 دينار. شوفوا لنا الجمال مال ابو بوكي، بس باعوا لنا الحجم الكبير، شوف ايش كبر هذا الستيم ماله، بس اسمع لي الطبه، من الثقيل مو تقولوا خفيف، كله من الثقيل، اللون ماله ابد ما يروح، اعطي ضمان بيه. تعال شوف الجمال، مهدارات 2، شيء حلو مرتب، شوفوا لنا الداخل مالته، صواني 2، واحده للتبسي واحده للتمن عميقه، شيء حلو كلش راقي. شوفوا لي المفاصل مالته كلها اصليه، اللون ماله ثابت ذهبي ما يروح، والمهدارات مو واحده 2 على بده يبقى حار دائما. كل هذا العرض بيش اليوم؟ سعره قاعدين باع ب100 ب60000 يمنا. شوفوا لنا جمال الصواني الاكريليك، صواني حلوه، تقديميات حلوه، وبيش العروض؟ طبعا هذا اكريليك ضد الكسر ب2000 دينار. شوفوا لنا جمال الفوانيس الحلوه، طبعا فوانيس تجنن، الوجه ذهبي، القاعده خشب، شوفوا لي الجمال، باعوا لي النزاكه، باعوا لي الكتابه الحلوه اللي بيها.
ويش العروض اليوم؟ ب8000 دينار. شوفوا لنا مال الزرع الحلو، بس باعونا الجمال، شوفوا الشغلات الحلوه دا احاول اوريكم اياها. الالوان تجنن، كل الالوان موجوده، بس باعونا الجمال الحلو. هذا بس تخليه بصف الزرع كافي. وبيش القطعه اليوم؟ طبعا حديد مو بلاستيك، ب2000 دينار القطعه. بس شوفوا لي هاي السلات الخصبيه، باعوا لي الجمال، شوفوا لي الموديل ايش قد حلو. بعد انتم ترتيبكم يا ريت لا تكتبون ايش تكتبون بيها، وبيش العروض؟ ب4000 دينار.